مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم أول إشي، وكل عام والجميع بخير. أنا اسمي باسم بندك، وبيحكوا أني بقدر أتلاعب بالأفكار بطريقة معينة. فعشان أفهمكم بالضبط إيش بعمل، بدل ما أشرح راح أطلب منكم كلكم كجمهور تقوموا توقفوا لمعدلة ثلاث. سو واحد اثنين، الكل بليز يقوم يوقف. ثلاث، ممتاز. هلأ راح نعمله عشان كل يفهم علي، راح نلعب لعبة كثير سهلة كلكم بتعرفوها من وانتم صغار، وهاي اللعبة هي حجرة ورقة مقص. الكل بيعرفها صح؟ الكل يعمل ايده زي هيك، عتال الضربة بتعمله يا حجرة يا ورقة يا مقص. اوكي، سو واحد اثنين ثلاث. اللي خسر، اللي لعب حجرة يقعد محله، ممتاز. وراح اصفيكم شوي شوي قبل ما يضل اكم من احد فيكم. سو كمان مره احط ايديكم زي هيك، ريدي، واحد اثنين ثلاث. اللي لعب ورقه يقعد محله هلا، ممتاز. كلكم عم بتفوزوا، ما تقلدوني، في كثير ناس عم بيقلدوني. اخر مره، اللي بخسر بيقعد، واحد اثنين ثلاث. اللي لعب حجره بيقدر يقعد محله. سو اذا بتطلع حواليك وفي في ناس واقفين، وانتوا الناس اللي انا ما قدرت اخسركم، فانتوا اصعب ناس ممكن اثر عليهم. فبناء على الناس اللي وقفوا راح اختار شخص واحد فيكم، واتوقع رجائي قواس بصير اطلب منك تتفضل عندي على المسرح. الكل يعطي رجائي قواس في صفه كثير كبيره. اهلا وسهلا، كيفك رجائي؟ تمام. So, رجائي هلا رح نلعب اللعبة مع بعض، ماشي. وانت رح تكون بتمثل الجمهور هون. انا بمثل الجمهور. فرح نلعبها ثلاث مرات، ورح نحط سكور على اللوح، ورح يكون قراراتك مهمة. ممنوع نتعادل، اذا تعادلنا بنلعب اشي ثاني. طب شد حيلك. اوكي ماشي، طيب عشان ما نتعادلش. اللعبة الاولى اعمل زي هيك، رح نعمل واحد اثنين بعدين زدت ايش ما بدك. اوكي، زدت ايش ما بدي. يعني ضف يعني حجر ورق مقص. اوكي، واحد اثنين ثلاث. اوكي، واحد اثنين ثلاث. اوكي، كم صارتني؟ اول لعبه مقص ورقه صح؟ خليني بس احط هون. سو مبدئيا 1-0 لحد هلا الي ولا الك؟ هلا انا لعبت مقص، واتوقع انا فزت اول لعبه. ثاني لعبه طلع فيه. أنا فزت؟ إيش هذا؟ عم بحط اللعبة اللي إحنا لعبناها، وآخر لعبة طلع فيه. جننته. مين اللي فاز، أنا ولا أنت؟ ما بتعرف إذا ما بتعرف اللعبة منيح. يعني كنت غايب أيامها. إذا بتلاحظوا مبدئياً سكور هو 2-1، يعني أنا فزت. ألف مبروك. 2-1. أوكي، جننت وندي من اختارني. بس هاي مش بس لعبة حجر ورق مقص عادية. أنت عملت قرارات هلا صح؟ بالله عليك أنا آسف. أبى أتراجع عادي. هذا مغلف. وإذا بتطلع إنه هذا المغلف جواته طول الورق. أطول الورق اللي جوا الواحد البس. فيها كمان مغلف. ايش مكتوب عليها؟ باسك بندك، باسك باسم بندك وينز، يعني انه هو لقد فاز. سو بدي اياك تمسك هاي بس. بمسك هاي. ممتاز، اعطيه مغلف عنك. سو رجائي، يمكن انتم بتحكوا طيب شو عم بعمل انا على المسرح، الاحتمال 50%، كان ممكن تزبط كان ممكن ما تزبط، لكن رجائي هذا كمان مغلف، وجوه هذا المغلف انا حطيت ورقه. اوكي، ما تفتح الورقة، أعطيني إياها. النتيجة كانت، إذا بتحمل الورقة للجمهور، 2-1 صح؟ 2-1. أنا هون عندي 2-1. مش بس هيك رجائي، أول لعبة أنت لعبتها كانت مقص ورقة صح؟ يعني وأنا هون عندي مقص ورقة، ثاني لعبة ورقة مقص، ورقة مقص، وثالث لعبة حجر مقص، حجر مقص بالضبط زي ما انت لعبت رجائي. صفه كثير كبير بليز لرجائي. خلاص انا طالع اخسر. شكرا لك، تقدر تفضل محلك. ثانك يو.